دلوقتي احنا شغالين بيه، يعني احنا عايشين تقريبا معظم وقتنا مع الموبايلات، فبالتأكيد هو ده جزء كبير من حياتنا دلوقتي. عارف انها حاجة حديثة وابتدت بانتشار رهيب قوي في كل حاجة تقريبا. الذكاء الاصطناعي بقى بيكتسح المجال، تكنولوجيا متقدمة بتستخدم في عديد اشياء. حاجة توبك قديم جدا موجود من زمان، بس هو مشهور دلوقتي بسبب OpenAI وشات جي بي تي. It's important for us as humanity. هي عبارة عن tools بنستخدمها ان احنا بتساعدني اكتر في ان انا اسرع على طريقة شغلي. Artificial intelligence I know is tools used to help us and machine learning to be able to do on the fly programmatical sort of calculations. اعرف حاجة اسمها شات جي بي تي. Not much. Applications of artificial intelligence is good, but it has to be heavily regulated. هو انا اصلا مش هدخل ولادي غير حاجه في المجال دوت، لان اللي انا عارفه ان هو اللي هيبقى شاغل الوظايف بعد اكتر من 10 او 20 سنه. طبعا ادخله، انا اتوقع ان هو بعد كام سنه المجال ده هيبقى هو التوب في كل حاجه. ممكن ممكن لا. Yes, if I have a chance to attend the yay. هو انا مش حابه ادخلها، بس ممكن اتعلم حاجات منها. Absolutely. I think artificial intelligence can be used as a great tool to enhance what we currently do. انا ولادي صحيح دخلوا كليات خلاص، بس لو اتيحت لي احفادي هخليهم هشجعهم. طبعا احب، عشان بحب يعني الاختراعات وكده. Yes, I would. Artificial intelligence may go so far beyond our imagination.